السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هناخد ريفيجن على المنهج بتاع شهر مارس مش الامتحان. طبعا الامتحان هيجي لغاية Operations on Integers لغاية Multiply and Divide، وفي الجيومتري هيجي لغاية الترانسليشن. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي بنمبر 1. معلش قبل ما نبتدي، بس طبعا الورق اللي أنا بشرح منه ده هتلاقيه موجود عندكم في الفيديو تحت الفيديو على طول في الديسكريبشن، دوسوا عليه هينزل لكم لينك ازرق كده داونلود، هينزل ورق اعملوا داونلود الورق واطبعوه عشان تعرفوا تحلوا منه كويس. نمبر 1 موجود عندنا هنا ان يونيون زد نيجاتيف. طبعا الانتجرز هي عباره عن بوزيتيف انتجرز اند زيرو اند نيجاتيف انتجر. الان هي عباره عن بوزيتيف وزيرو، فلما اقول ان يونيون زد نيجاتيف يبقى ايكوال زد اللي هي سيت اوف انتجرز. نمبر 2 ابسولوت فاليو نيجاتيف 9 بلس 3 اوفر 2، دي لو عملناها هتطلع 6 9 بلس 3 اوفر 2 6، يعني موجوده في الزد يبقى بيلونج تو. نمبر 3 بوينت A 0 اند 1 بوينت B 0 اند 4 then AB equal space units يعني وحده طول. طبعا هنا هنلاقي في 0 0 التو نمبرز دول مختلفين عشان نجيب الطول او المسافه بين الA والB، يعني هي المسافه بين ال 4 وال 1. بس بنعمل absolute value 4 minus 1 ليه بقى؟ عشان لو اي مساله تانية طلع نيجاتيف ما ينفعش، لان مفيش طول بالنيجاتيف. يو ابسولوت فاليو 4 ماينس 1 ايكوال 3. نمبر 4 ان انترسكت زد، ان اصلا سبسيت اوف زد، يبقى لو اقول ان انترسكت زد يبقى ايكوال ان ذا نمبر اوف انتجر نمبرز بتوين نيجاتيف 2 اند 2. خلي بالكم السؤال ده انا بقول لكم ذا نمبر اوف انتجر نمبرز، يعني عدد الانتجر اللي بينهم. طب انا عندي نيجاتيف 2 يبقى في نيجاتيف 1 و0 و1، كم واحد دول؟ 3، يعني في 3 numbers موجودين بين النيجاتيف 2 وال 2. نمبر 6 z positive union set of 0، z positive اللي هي 1 2 3 and so on، لما احط لها الزيرو يديني the set of natural numbers. a belong to set الاولى intersect الثانيه، ايه الانترسكت وايه المشترك بينهم هما الاثنين؟ نيجاتيف 3. نمبر 8 Z different n، ايه اللي موجود في الانتجرز ومش موجود في الناتشرال نمبرز؟ The set of negative numbers Z negative. n union Z n subset of Z، فلما اقول n union Z هي مش هتزودها حاجة، بيديني الانتجرز اللي هي Z. نركز مع بعض في الترانسليشن كده. The image of the point negative 4 and 3 by translation negative 1 and negative 4 is، لما يجي لي سؤال بالشكل ده، دي البوينت بتاعتي وده الترانسليشن. بمنتهى البساطة دايما بنعمل x او الفيرست بلس الفيرست الx بلس الx والسكند اللي هو الy بلس الy بس. يعني بقول نيجاتيف 4 بلس نيجاتيف 1 زي ما انا كاتبها لكم كده، نيجاتيف 4 بلس نيجاتيف 1 and 3 بلس نيجاتيف 4 اهي. طبعا ده ordered pair فبعمل دي لوحدها، نيجاتيف 4 بلس نيجاتيف 1 equal نيجاتيف 5 و 3 plus negative 4 equal negative 1، يبقى الـ image بتاعتي negative 5 and negative 1. z positive different z negative، ايه اللي موجود في z positive مش موجود في z negative؟ طبعا z positive اللي هي الـ positive number كلها مش موجودة في الاختيارات هنا، بس في هنا ايه؟ n different set of 0 اللي هي z positive. absolute value 7 plus absolute value negative 5، 7 plus 5 equal 12. نيجاتيف 1 سبيس ابسولوت فاليو نيجاتيف 1، طبعا ده نيجاتيف 1 ده براكت عادي ها، ودي ابسولوت فاليو يعني 1، يبقى نيجاتيف 1 اصغر من ال1. ان انتجر نمبر انكلودد بتوين، انا عايز انتجر او عدد صحيح يكون موجود بين النيجاتيف 2 وال3 عند النيجاتيف 1 وال0 وال1 وال2، مين اللي موجود هنا منهم؟ نيجاتيف 1. نمبر 15 نيجاتيف 8 سبيس نيجاتيف 4، طبعا النيجاتيف 8 اصغر من نيجاتيف 4 للذين. Z positive intersect Z negative، مفيش حاجة مشتركة بين ال positive numbers و negative numbers يبقى phi. If A 4 and 8 will be negative 3 and 8 then the length of AB، length of AB يبقى عندي هنا طبعا 8 و 8 ماليش دعوة بيها، هاخد ال 2 numbers دول ال 4 و negative 3. Absolute value negative 3 minus 4 فتطلع 0، عشان كده بقول لكم absolute value عشان مفيش طول بالنيجاتيف. طب نيجي ل number 18 The additive identity element، الـ additive identity أو neutral نفس المعنى هو 0.
مالتيبليكيتيف نيوترال او مالتيبليكيتيف ايدنتي النمبر اللي ملوش تاثير على عمليه المالتيبلاي هو ال1. ذا اديتيف انفيرس، الاديتيف انفيرس يا جماعه بنغير الساين، دي نيجاتيف 5 فتبقى 5. وناخد بالنا من حاجه هنا، اديتيف انفيرس اوف 0 از 0، ال0 الاديتيف انفيرس بتاعه نفسه itself، لان ال0 neither positive nor negative، ولا هو positive ولا هو negative. Number 21. The additive inverse of absolute value negative 5. Absolute value negative 5 equal 5. فالـ additive inverse بتاعها يبقى negative 5. Number 22. X equal negative 3. Y equal 5. Then 3XY. 3XY معناها ايه؟ في هنا times وفي هنا times. يبقى 3 times X اللي هي negative 3. times y اللي هي 5 equal negative 45. negative 11 and 2.5، خلي بالكو ان الـ integers او natural numbers ما فيهاش ولا fraction ولا decimal، تبقى not subset. 7 plus negative 12 equal negative 5، دي بسيطة جدا. the image of the point 3 and negative 4 by translation، خلي بالكو translation rule دي انا اللي بديها لكم في المسألة، بتتغير من المسألة للتانية، ودي حاجة سهلة جدا، لأن انتوا كل اللي بتعملوه ايه هو؟ أنا عندي هنا الـ x 3، أحط مكان الـ x هنا 3 تبقى 3 minus 5 زي ما أنا كاتب لكم كده. وهنا y، الـ y اللي هي negative 4، يبقى negative 4 plus 4، أهي negative 4 plus 4. ordered pair 3 minus 5 negative 2، negative 4 plus 4 equal 0، يعني كل اللي بعمله ايه هو؟ شيل الـ x حط مكانها 3 تبقى 3 minus 5، شيل الـ y حط مكانها negative 4. negative 4 plus 4 طلع الناتج الاولاني negative 2، الناتج الثاني 0. نفس الكلام هنا، the image of the point negative 2 and 2 by translation x plus 5 and y، شيل ال x حط مكانه negative 2 تبقى negative 2 plus 5 زي ما انا كاتب لكم هنا اهو، and y انا مش عايز منك حاجه، حط لي ال y زي ما هي، ماشي اوكي هنحط 2 زي ما هي. negative 2 plus 5 equal 3، يبقى 3 and 2. 27. The image of the point negative 2 and negative 3 by translation x and y minus 1. ال x سيبها لي زي ما هي، اكتب لي ال x اللي هي negative 2، اوكي كتبنا ال x negative 2، y negative 3 minus 1، يبقى negative 3 minus 1، يبقى عندي هنا negative 2 و negative 3 minus 1 negative 4. The image of the point 5 and negative 3 by translation 2 and 2، لما يجي لي translation بالشكل ده على طول بلس على طول، يعني ايه؟ يعني 5 بلس 2 نيجاتيف 3 بلس 2 اهي تبقى 7 اند نيجاتيف 1. 29. The image of the point 3 اند نيجاتيف 2 by translation، ركزوا في الحته دي بقى، 2 units، 2 units يعني وحده طول، in the positive يبقى بلس direction في الاتجاه البوزيتيف، يبقى انت هتعمل بلس اوف y axis. اتفقنا ان دي x ودي y، دي اهم حاجه لازم تعرفوها، x y، يبقى لما اقول positive يعني plus y يعني negative 2 plus ال 2 ديت 2 units، يبقى انا هكتب ال 3 زي ما هي، negative 2 plus 2، negative 2 plus 2 0 يبقى 3 عندي 0. The image of the point 3 and negative 2 by translation 2 units يعني 2 برضه، هنعرف دلوقتي بقى بلس ولا ماينس، in the negative direction يبقى ماينس، of mean y يبقى ال y اهي، ماليش دعوة بال x، هكتب ال x زي ما هي، negative 2 اهي، negative direction يبقى هعمل ماينس كام يونت؟ 2 يونت، يبقى 3 and negative 4. The image of the point 3 and negative 2 by translation 3 units in the positive يبقى بلس. بلس 3، طب مع الـ x ولا مع الـ y؟ مع الـ x، يبقى 3 بلس 3 and negative 2، 3 بلس 3 6 and negative 2. The image of the point 3 and negative 2 by translation 3 units in the negative، يعني هنعمل minus من مين؟ من الـ x، يبقى 3 minus 3 and negative 2، يبقى 0 and negative 2. number 33 negative 8 by a equal negative 8، طبعا ال a هنا تبقى 1 لان ال 1 هو المالتيبليكيتيف ايدنتي اللي ما بيأثرش على عمليه المالتيبلاي.
34x equal negative 12, y equal 3, then x divided y. المسألة دي بسيطة جدا. x divided y. هنشيل ال x ونحط مكانها negative 12. الديفايد زي ما هي. y اللي هي 3. negative 12 divided 3 equal negative 4. The smallest positive number is. أصغر positive number هو ال 1. The set of integers between negative 3 and 2. اللي موجود بين negative 3 و 2 negative. سوري نيجاتيف 3 اند 3 هو نيجاتيف 2 ونيجاتيف 1 و 0 و 1 و 2. The greatest negative integer اكبر نيجاتيف نمبر هو نيجاتيف 1. نركز بقى في الحته دي كده. 38 the integer number just before نيجاتيف 5. اللي قبل النيجاتيف 5 عشان ما نغلطش بقى. اللي قبل نيجاتيف 5 يعني ايه؟ اللي على شمال النيجاتيف 5 يبقى نيجاتيف 6. تمام؟ إنما لما أقول after negative 3 يبقى اللي على يمين negative 3 يبقى negative 2. The previous integer. Previous يعني اللي قبله. Previous integer اللي هو before يعني. Of 0. إيه اللي على شمال الزيرو؟ Negative 1. طب the number just after 0. إيه اللي على يمين الزيرو؟ ال 1. If absolute value equal 5. طبعا لما اقول absolute value equal 5 فممكن الاي دي تكون نيجاتيف 5 او تكون 5 لان الابسولوت فاليو بتشيل ايه؟ النيجاتيف. يبقى 5 اور نيجاتيف 5. absolute value نيجاتيف 8 equal 8 فهي اكبر من 2 greater than 2. 44 دي distribution property. لما قلت لكم ان 6 باي نيجاتيف 4 وبعدين بلس 6 باي 8 يبقى هنا 6 باي 8. absolute value negative 5 by negative 2. absolute value negative 5 يعني 5 by negative 2 equal negative 10. كده الحمد لله خلصنا الـ revision. يبقى انتم ان شاء الله بإذن الله هتعملوا ايه من الـ description. هتعملوا download للورق عشان تحلوه انتم بنفسكم. انا منزله لكم من غير answer. هتذكروه وتحلوه. تفرجوا على الفيديو وتفهموا الكلام اللي انا قلته. وفي الامتحان اهم حاجة تركزوا وانتم بتحلوا. ما تستعجلوش. طلعوا الناتج الاول وبعدين اختاروا الاجابه عشان مش عايز حد يشطب كتير. والامتحان بسيط ان شاء الله والوقت يبقى كافي جدا. وربنا معاكم باذن الله. شكرا.